لو الحكاية فيها إن فيتو. أولاً بشكر ومتشرف بكل السادة الحضور اللي شرفوا النهاردة حزب مستقبل الوطن باحتفاله بدواب الجدد وانتهاء المرحلة الثالثة لخريطة الطريق، ووجود برلمان منتخب من الشعب يعبر عنه ويكون صوته له تشريعي ورقابي وأيضاً خدمي. قبل بس ما أبدأ عايز أقول هذا الشرف إني أقدم قيادات حزب مستقبل الوطن، وهم ما يدروش يكونوا قدام الكاميرات وقت طويل، ولو اتيحت لهم الفرصه ان هم يبقوا على صفحات الجرائد او يتصوروا على المحروسه، لكن هم جنود مستقبل وطن العظام اللي انا بشرف بيهم، وهم سبب نجاح هذا الحزب. بستاذن المهندس اشرف رشاد الجنبي الامين العام. الامين العام ايوه موجود موجود عن اذنك سامي. نص زيد طبعا رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل الوطن، يعني يعتبر العقل المدبر والمدير الحقيقي للحزب الامين العام اللي قعد لغايه دلوقتي ما يقرب من 3 سنين ما بيخرجش بره مقر حزب مستقبل الوطن، سايب بيته وسايب اهله وسايب كل جهاز قاعد مدير حزب مستقبل الوطن، عمره ما طلع يعني الا مرغما على شاشه التلفزيون لازم تزق فيه، يعني بعيدا عن الاعلام بعيدا عن العدسات، بس هو ليه دور كبير جدا في وجود الحزب دلوقتي، بيقرب اكثر من 51 نائب في انتخابات برلمانيه بياخدها الحزب بعد سنه من تاسيسه. عايز الدكتور احمد نجيب مسؤول قطاع غرب الدلتا الحقيقه ان احنا كنا واحنا في الانتخابات بنتكلم مع السياسيين والناس التنظيميين والمؤسسات في الدوله، كان في خوف كبير جدا من غرب الدلتا، اكبر تجمع للسلفيين، حزب النور هيتسع غرب الدلتا، بحيره واسكندريه ومطروح، الا ان احنا كنا واثقين في انفسنا الحمد لله، وكان الدكتور احمد نجيب هو اللي بيخوض او بيتولى الاشراف على المحافظات. عايز اقول ان هو طلع 9 نواب كان لوحده اقرب من حزب النور، فده شرف كبير لينا يكون عندنا قياده ممكن. استاذ محمد عبد السلام امين وسعد حلم شؤون التنظيم، امين التنظيم لاكثر من 10 شهور اللي بدا ياسس بتنظيم حزب مستقبل الوطن في المحافظات وفي المراكز وفي القرى، المهندس محمد شوقي وسط الدلتا، سعيد المحافظ استاذ محمود عبد الغني النوبيه الجنوبيه. عايز اقول ان احنا كان محمود زميلنا من زمان ودايما بعيدا جدا عن السياسه وعن التنظيم وبينتقد فينا الجزئيه دي، لكن انه اول ما تولى معانا في الحزب مهمه اداره محافظتين زي النوبيه والجنوبيه قدر انه يوصل لاكثر من 7 نواب، وهو اول مره في حياته ينزل العمل السياسي. ده نموذج ان شباب مصر يقدر بس لو اتيحت ليه الفرصه. اسامه حبيب جاش، استاذ عمرو عماد، هتنفذوا مصالح رجال الاعمال جوه البرلمان، لا احنا مش هنعمل مصالح رجال الاعمال، لا هتعملوا، لا انتوا حركه ابو رشيد، لا انتوا مواليد من قطر، لا انتوا لا انتوا لا انتوا لا انتوا، يعني احنا بنعلن ان احنا وزاره تمويلنا بكل شفافيه، وشايفين ده حاجه تحسب لينا، الحته شجاعه بنقول ان تمويل قد ايه؟ كام؟ وبتصرف فين؟ لازم ناخد الحته السوداء في الـ في الـ في اللقاء. محمد بدران بيطلع المحروسه بيتصور من الرئيس من 15 شاب وفتيات، ده حزب الرئيس. هو حزب الدبلة، هو حزب المخابرات العامة، هو حزب المخابرات الحربية، هو اتصورت كان بالرئيس، دي إشارة بالرئيس، طب كان في 15 شاب وفتاة، طب والتنظيم اللي في الشارع والناس اللي في المقرات والتوكيلات اللي جت وكل التعب اللي الناس تاكلت فيه ده بيلخص فقط في صورة بجوار الرئيس أو في إشارة لرجل أعمال بيمولنا، لكن إحنا اتغلبنا على كل ده، وعايز أقول إن الموضوع كان زيادة عن حد،
يعني كان بيخش صحفي اي صحفي يتكلم معانا هو مركز. عندكم حزب وطني احمد ابو هشيمه حزب جهاز الامن بس، لكن تعب الناس وسهرهم الناس نمت على الشوارع ونمت في العربيات واجتهدت وكلكم انتوا موجودين الساده النواب والساده المرشحين الذين لم يوفقوا شايفين وشاهدين على ايه الناس دي تعمل اخطاء وغلطان لكم اول مره ناخد انتخابات على الشمال من العمر يعني ادونا كمان شهور قليله وحتى يتعلمنا اكثر وقت وشهور كمان وسنين كمان يكون الشباب ده قادر ان شاء الله انه يقود هذا الوطن. حسينا في وقت من الاوقات ان احنا ان الحلم بيضيع ان احنا بنجري ورا السراب. يئسنا شويه واكتئبنا شويه وقفلنا تليفوناتنا وزعلنا من الناس كتير، ولكن سرعان ما رجعنا تاني عشان ناكد ان احنا مش هنسيب الحلم، ماسكين في الحلم مثبتين فيه. مستقبل وطن هيكون ان شاء الله احد الاحزاب الحاكمه، كل فخر ان شاء الله. خلال مش عايز اقول سنين طويله لكن خلال شهور قليله مستقبل وطن يرسي قواعد المؤسسه الناجحه دلوقتي. ما بقاش في حزب نجران ولا حزب اشرف رشاد، هيكون في مؤسسه عندها حلم بتمثل او بتحاول انها تمثل طموح وامال شباب كتير جدا سواء رئيس الحزب موجود او مش موجود، لكن احنا مصممين على هذا الحلم وهذا الطموح.